السلام عليكم. في البداية هعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد شعبان، متخرج من كلية علوم كمبيوتر ساينس، معيد في كلية التربية جامعة اسكندرية، بعمل ماجستير في الكوانتم كمبيوتر. الموضوع الأساسي اللي عايزين نتكلم عليه النهاردة هو البوليان كوانتم سيركتس. هنتكلم على شوية حاجات كده حوالين الموضوع علشان نفهم الموضوع بالظبط. انا بس كنت عايز اتاكد، هل الشاشه باينه؟ ايوه مظبوط مظبوط، الشاشة باينة. كمل، ربنا يقويك. في البدايه هنتكلم عن الريفرسيبل والريفرسيبل اوبريشنز وايه الفرق ما بينهم. هنقول اصلا ليه الريفرسيبل كومبيوتنج، هنتكلم عن الكوانتم ترو ستيبل، وبعدين هنتكلم عن البوليان كوانتم سيركتس. عايزين بس نفتكر مع بعض الأول الأند جيت. الأند جيت اللي هي شكلها عامل كده، كانت بتديني أوتبوت بوان أو بترو لو كل الإنبوت اللي داخلة كانت بوان أو بترو، فأقدر أستنتج إن الترو ستيبل بتاعها بالمنظر ده. فمثلا لو كان داخل الانبوت بتاعي 0 0 فالاوتبوت هيكون ب0، لو كان الانبوت ب0 1 فالاوتبوت هيكون ب0، لو كان الانبوت 1 و0 فالاوتبوت هيكون ب0، لو كان الانبوت 1 1 فالاوتبوت هيكون ب1. هي دي الحالة الوحيدة اللي الاند جيت بتدي فيها 1. طب دلوقتي عايزين نسأل سؤال مهم. لو انا قلت لك ان الاوتبوت اللي كان طالع من الاند جيت كان بزيرو، تقدر تقول لي ايه الانبوتس اللي دخلت اللي خلت الاوتبوت بزيرو؟ بيتهيألي صعب جدا تعرف ايه الانبوت اللي دخلت اللي طلعت الاوتبوت بزيرو، لان احتمال تكون كانت بزيرو زيرو او بزيرو وان او بوان وزيرو. واضح هنا ان كان في معلومات موجودة وفقدت او اتدمرت لسبب من الاسباب، ما بقتش موجودة. المعلومات دي بتفقد على هيئة حرارة، على هيئة هيت بتطلع. علشان كده الـ irreversible functions أو الـ conventional logic gates بتعمل heat dissipation، بتفقد حرارة وبالتالي بتستهلك كهرباء كتير. طيب الـ digital circuits بتعمل حاجات كتيرة جدا في الكمبيوتر وليها أهمية جدا كبيرة جدا في الكمبيوتر اللي احنا بنشتغل عليه، من ضمنهم الارثماتيك واللوجيك اوبريشن. الديجيتال سيركتس بتتعامل مع الداتا على هيئة باينري فاليوز بيتس، زي ما شفنا الاند جيت من شوية كان الانبوت بتاعها اصفار وحيد، الديجيتال سيركتس يعني بتعمل الاوبريشنز بتاعتها باستخدام الجيتس المعروفة اللي هي الاند والاور والنوت وهكذا. الريفرسبل لوجيك جيتس اللي قلنا عليها دي او اللي بنقدر نبني منها الكونفنشنال ديجيتال سيركتس بتعمل هيت ديسيبيشن زي ما اتفقنا، بناء على او بسبب الانفورميشن اللي بتفقد في كل اوبريشن. جالي واحد كان اسمه لاندر، كان عايز يعرف في قد ايه بالظبط من الطاقة بيفقد في الاوبريشن الواحدة، فاستنتج ان في حوالي كي تي لين 2 جولز بيفقدوا في كل اوبريشن بتحصل، بحيث ان الكي هو ثابت بولتزمان اللي هو تقريبا 1.38% في 10 اس سالب 23. التي هي الروم تمبريتشر بالكلفن، اللين 2 اللي هي الناتشرال لوجاريزم اوف 2 اللي هو تقريبا 6 او 0.69315. لاندر سأل سؤال، قال هل احنا نقدر نعمل افضل من كده؟ في طبعا في طاقة كتير بتفقد في الاوبريشن الواحدة، هل احنا ينفع نعمل احسن من كده؟ ففكر ايه اللي ممكن نعمله بحيث ان احنا نحسن الموضوع ده. فلما ادور على السبب اللي بيخلي الطاقة دي تستهلك
بالمنظر ده او الطاقه الكتير دي تستهلك، لقى ان الانفورميشن لوس او فقدان البيانات هو اللي بيعمل كده. فقال طيب احنا ممكن نخلي البيانات ما تفقدش، اي انبوت دخل عندي ما ندمرش البيانات وما نمسحهاش من الكمبيوتر ونسيبها، وبالتالي هنتجنب موضوع الطاقة كتير اللي بتستهلك. ولكن فكرته فشلت، علشان لما كان او الانبوتس اللي داخله دي انت لما بتخزنها الطبيعي الميموري بتاعت الكمبيوتر بتاعتك ليميتد، وبالتالي انت هتفضل تخزن في الداتا فهتملى الميموري بسرعة، وبالتالي هتحتاج تفضي الميموري، يعني هتحتاج ترجع تاني تدمر البيانات، يبقى انت كده ما عملتش حاجة، انت بس مجرد اخرت عملية تدمير البيانات او عملية استهلاك الطاقة لحد ما الميموري تتملى. وساب البروبلم دي اوبن في ريسيرش لحد ما جه واحد بعديه كان اسمه شارلز بينت، قال احنا ممكن نعمل الريفرسبيليتي او نحافظ على البيانات بحيث ان احنا نعمل ريكونستراكت للانبوت اللي دخل من الاوتبوت اللي طلع، بس حط شوية قواعد كده وقال ان احنا نقدر نعمل بيها الريفرسبيليتي دي، ولكن محدش اهتم بالريسيرش بتاعه، علشان الطريقة اللي وصف بيها السيستم المفروض يتبنى كان صعب جدا ان الانجينيرز يعملوه. بعد كده فضلت برضو المشكلة موجودة لحد ما جه اتنين، واحد كان اسمه فريدكن واحد اسمه طفلي، قالوا احنا ممكن نضمن الريفرسبيليتي عن طريق ان احنا نبني ايديال سيركت تستخدم الاندكتورز بحيث ان هي تنقل الشحنات ما بين الكاباسيتورز، وحطوا ابستراكت مودلز لتو جيتس ريفرسيبل يعملوا الكلام ده، ولكن الفكرة بتاعتهم برضو ما نجحتش قوي، علشان الايديال سيركتس اللي هم قالوا عليها كانت صعب ان هي تتعمل. ثيوريتيكلي كلامهم كان صح، ولكن على ارض الواقع كان صعب ان هم يعملوا الكلام ده. ولكن قدموا التو ابستراكت جيتس واستفدنا بالابستراكت جيتس دي طبعا جدا، وبعد كده جم شوية باحثين بنوا نفس السيستم اللي هم قالوا عليه، ولكن مش بنفس الطريقة قوي بدون الدخول في تفاصيل يعني، ولكن استخدموا واستفدنا من الابستراكت جيتس بتاعته. المهم ان احنا فهمنا من الكلام اللي احنا قلناه ان الريفرسيبل لوجيك او الريفرسيبلتي، فكرة الريفرسيبلتي تقدر ان هي تحل المشكلة بتاعت الانفورميشن لوس، ان احنا ما نفقدش البيانات وبالتالي ما نفقدش الحرارة اللي بتفقد وبالتالي نقلل في استهلاك الطاقة. باستخدام الاند والاور والنوت نقدر نبني اي جيت على او نقدر نبني اي سيركت على الكلاسيكال كمبيوتر لاي بوليان فانكشن. نفس السيت اوف جيتس دي ما نقدرش نستخدمها علشان نبني ريفرسيبل سيركت، لان في بعض الاوبريشن ما اقدرش اعكسها، ما اقدرش اخليها ريفرسيبل، زي مثلا لما شفنا في الاند جيت في البدايه خالص لما بدانا نتكلم، لما كانت الاوتبوت بيطلع بزيرو ما قدرناش نقول ايه الانبوت اللي دخل اللي يطلع الاوتبوت ده، وبالتالي الاند والاور والنوت دول ما نقدرش نستخدمهم، او اكشولي الاند والاور ما نقدرش نستخدمهم علشان نبني ريفرسيبل سيركت، فلازم نغير الريفرسيبل جيتس ونستخدم ريفرسيبل جيتس علشان نقدر نبني بيها الريفرسيبل سيركت. الكونفنشنال كومبيوتيشن ريفرسيبل باي نيتشر، يعني بطبيعتها كده ما اقدرش اعكسها، علشان مش كل الانبوتس اللي بتبقى موجوده عندي بتوصل للاوتبوت ليفل، انا عندي غالبا الاوتبوت بيبقى واحد بس، فمش كل الانبوتس بتوصل للاوتبوت ليفل،
وده معناه ان احنا ما نقدرش نعمل ريكونستراكشن للانبوت فيكتور من الاوتبوت فيكتور. الريفرسيبل كومبيتيشن زي ما قلنا ان هو بيتجنب ان احنا نفقد البيانات، وده بيوفر طبعا كتير في استهلاك الطاقة. ونقدر نعرف الريفرسيبل فانكشن على ان هي فانكشن ليها ان انبوتس وبتعمل مابينج ما بين فيكتور من الاصفار الوحيد السايز بتاعه ان لفيكتور تاني من الاصفار الوحيد السايز بتاعه ان. افهم من كده ان عدد الاوتبوت لازم يكون قد عدد الانبوت في الفانكشن، واي انبوت باترن لازم يدي يونيك اوتبوت واحد بس. في بعض الريفرسيبل جيتس اللي محتاجين نعرفها قبل ما نتكلم عن الريفرسيبل سيركت ونشوف ازاي هنبني البوليان كوانتم سيركت، محتاجين نشوفها كده ونشوف بتتكون من ايه وبتشتغل ازاي. اول واحده فيهم هي النوت جيت، وبعدين هنتكلم عن السي نوت جيت او بيقولوا عليها ساعات فيمن جيت، بعد كده هنتكلم عن التوفلي جيت، واخيرا هنتكلم عن الجنراليز توفلي جيت. طبعا التوفلي جيت دي اللي احنا قلنا عليها من شويه واحنا بنحكي القصه، ان كان في اتنين علماء، واحد كان اسمه فريدكن واحد اسمه توفلي، اللي قدموا لنا الابستراكت جيتس اللي بتضمن الريفرسيبيلتي. في البدايه خالص النوت جيت، النوت جيت ساعات بنسميها انفرتر. بالمناسبه هي دي الجيت الوحيده اللي في الكونفنشنال لوجيك او في اللوجيك القديم بتاعنا كانت ريفرسيبل بطبيعتها، بمعنى ان انت لو كان داخل لك 0 فبيطلع لك 1، وبالتالي لو رجعت دخلت ال 1 يطلع لك 0، فتقدر تعكس الانبوت من الاوتبوت. تمام، بتعمل ايه النوت جيت؟ بتعمل unconditional negation. يعني ايه unconditional negation؟ يعني نيجيشن بدون اي قيود. تمام، فلو بصينا عليها احنا بنرسمها بالمنظر ده، لو دخل من هنا اكس كانبوت هيطلع لي من هنا اكس بار كاوتبوت، وبالتالي نقدر نشوف الترو ستيبل بتاعها بالمنظر ده. فلو دخل 0 هيكون الاوتبوت 1، ولو دخل 1 هيكون الاوتبوت بزيرو. فكره الريفرسيبيليتي بقى اللي كنا بنتكلم فيها، انك لو اخذت الاوتبوت اللي هو كان طالع من هنا، الاوتبوت ده اللي هو ب1 مثلا، رجعت دخلته تاني كانبوت، هتلاقي ان الانبوت او الاوتبوت اللي بيطلع كان زيرو. فانت لو دخلت الاوتبوت يطلع لك الانبوت، ولو دخلت الانبوت يطلع لك الاوتبوت. ممكن نفهم الموضوع ده اكتر في الجيت اللي جاي. الجيت دي اسمها فيمان جيت، او بيقولوا عليها كنترولد نوت، او اختصارا سي نوت. الجيت دي بيكون عندها 2 كيوبت از انبوت و2 كيوبت از اوتبوت. الكيوبت الاولاني اللي هو اكس نوت ده بنقول عليه الكنترول، وده بيطلع على الاوتبوت زي ما هو بدون اي تغيير. فالاكس نوت دخلت هنا طلعت من هنا اكس نوت زي ما هي بالظبط. بالنسبه للانبوت الثاني اللي هو اكس 1 ده بنقول عليه التارجت، وده بيتعمل له اكس اور مع الاكس نوت. او ممكن نشوف الموضوع بشكل تاني، هي اسمها كنترولد نوت. لو بصيت على المنظر اللي على الواير اللي تحت ده هتلاقي ان دي النوت اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، زاد عليها ايه؟ زاد عليها الكنترول. بتعمل ايه بقى بالظبط؟ لو الكنترول ده كام ب1 ساعتها بتعمل نيجيشن للانبوت اللي داخل هنا، تعمل نيجيشن للاكس 1. لو كان الكنترول بزيرو ساعتها ما بتعملش نيجيشن للاكس 1، والاكس 1 بيطلع زي ما هو. عشان كده اسمها كنترول نوت، يبقى انت بتتحكم في النوت اذا كانت هتشتغل ولا مش هتشتغل عن طريق الكنترول. فطبعا نقدر نستنتج الترو ستيبل بتاعها بالمنظر ده.
لو كان الانبوت بتاعك بزيرو زيرو، طبعا الزيرو الاولاني ده بتاع الاكس نوت والزيرو التاني بتاع الاكس وان. فلو كان الانبوت اللي داخل بزيرو زيرو، هل الكنترول بوان؟ بالطبع لا. فطبعا التارجت مش هيحصل له اي حاجة، فالاوتبوت هيكون بزيرو زيرو زي ما الانبوت دخل بالظبط. طيب لو كان الانبوت بزيرو وان، ساعتها الكنترول، هل الكنترول بوان؟ لا. فساعتها التارجت مش هيتغير ومش هيحصل له حاجة، فالاوتبوت اللي هيطلع هو 0 1 زي الانبوت اللي دخل بالظبط. طيب لو قلنا ان الانبوت اللي دخل ب1 و0، فساعتها الكنترول هنا ب1، يبقى التارجت هيحصل عليه نيجيشن طالما الكنترول ب1، يبقى الاوتبوت اللي هيطلع من هنا هو 1 1. طيب لو كان الانبوت اللي داخل ب1 1، فساعتها طبعا زي ما احنا شايفين ان الكنترول ب1، يبقى التارجت هيحصل له نيجيشن، يبقى الاوتبوت اللي هيطلع هو 1 0. يبقى احنا بنعمل نيجيشن للتارجت لو الكنترول ب1. طيب تعالى نفهم الموضوع بشكل آخر، أو قبل ما نفهم الموضوع بشكل آخر كنت عايزك تشوف موضوع الريفرسبيليتي. طبعا لو أنت أخدت الزيرو زيرو دخلتهم تاني، ده الأوتبوت بقى، أخدت الزيرو زيرو اللي هو الأوتبوت ده دخلته تاني كإنبوت هنا، هتلاقي إن الأوتبوت اللي بيطلع هو زيرو زيرو اللي هو كان الإنبوت. طيب سيبك من الستيت دي عشان ما حصلش فيها تغيير، وسيبك من الستيت دي عشان ما حصلش فيها تغيير، تعالى للستيت دي. الستيت دي لما انت كنت مدخل الانبوت 1 0 طلع لك 1 1. لو اخدت ال 1 1 دخلتهم كانبوت، دخلتهم كانبوت من هنا، هتلاقي ان في نيجيشن هيحصل للتارجت اللي هو ب1، طالما الكنترول ب1 فالاوتبوت اللي هيطلع هو 1 0، وبالتالي راجع لك الانبوت تاني. يبقى انت هي دي فكرة الريفرسيبيليتي، ان انت لو دخلت الانبوت يطلع لك الاوتبوت، ولو دخلت الاوتبوت يطلع لك الانبوت. تعال نفهم بقى ليه هنا بنقول اكس اور، يعني ليه اشمعنى اكس اور. لو انت جيت بصيت كده وافتكرت الترو ستيبل بتاع الاكس اور، الترو ستيبل بتاع الاكس اور كان لو التو انبوتس متشابهين كان بيطلع الاوتبوت بزيرو، ولو التو انبوتس مختلفين كان الاوتبوت بيطلع بوان. لو جينا بصينا كده على ستيت ستيت، هتلاقي ان لما دخل زيرو زيرو زي الاكس اور طلع لك التارجت بزيرو، هتلاقي لما دخل زيرو وان زي الاكس اور طلع لك التارجت بوان، لما دخل بوان زيرو زي الاكس اور طلع لك التارجت بوان، لما دخل 1 1 طلع لك التارجت بزيرو. عشان كده احنا بنقول ان احنا بنعمل اكس اور مع الكنترول. تمام. طيب الجيت اللي عايزين نتكلم عليها بعد كده هي التوفلي جيت. التوفلي جيت شبه الكنترولد نوت او شبه الفيماند جيت، ولكن معاها كنترول زياده كمان. يعني انت لو تخيلت الجزء اللي تحت ده هو عباره عن سي نوت عاديه جدا، زاد عليهم ايه؟ زاد عليهم الكنترول ده، فعشان كده نقدر نقول عليها ان هي كنترولد، كنترولد نوت. انت بتقدر تتحكم في السي نوت عن طريق كنترول. نفهم من كده ان لو الكنترولز ب1، ساعتها الاكس 2 او التارجت هيحصل عليه نيجيشن. لو الكنترول او كنترول واحد بس مش ب1 بزيرو، يعني ساعتها التارجت مش هيتاثر ومش هيحصل له حاجه. فنقدر طبعا نبني الترو ستيبل بالمنظر ده. لو 0 0 0 طبعا التو كنترولز بتوعك هما 0 و0، الاثنين الاولانيين دول.
والتارجت بتاعك هو الزيرو الاخير. فساعتها لو كان 0 0 0 هيفضل 0 0 0 الاوتبوت زي ما هو، مفيش اي تغيير. لو 0 0 1 هيفضل 0 0 1 الاوتبوت مفيش اي تغيير. لو 0 1 0 الاوتبوت هيبقى 0 1 0 مفيش اي تغيير. كل ده مفيهوش اي تغيير. اما التغيير يحصل امتى؟ لما يكون التو كنترولز ب1، فساعتها التارجت يحصل له نيجيشن. فلو الكنترولز ب1 1 في الكيس اللي قبل الاخيره دي، لو الكنترولز ب1 1 ساعتها التارجت هيحصل له نيجيشن، فيطلع لك الاوتبوت 1 1 1. طيب الحاله الاخيره لو الكنترولز برضو ب1 1 والتارجت ب1، فساعتها هيحصل نيجيشن على التارجت، ويبقى الاوتبوت بتاعك 1 1 0. بنفس الفكرة لو انت اخدت ال 110 اللي هو الاوتبوت اللي طالع من الانبوت 111، دخلته كانبوت للسيركت، هتلاقي الانبوت اللي بيطلع لك او الاوتبوت اللي بيطلع لك هو الانبوت اللي اصلا كان داخل. تمام، هي دي فكرة الريفرسبيلتي. الجيت اللي عايزين نتكلم عليها بعد كده هي الجنراليزد توفلي جيت. الجنراليزد توفلي جيت هي نفس برضو الجيت اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، بس عدد الكنترولز بقى بتاعك مفتوح، تقدر تحط الكنترولز اللي انت عايزها كلها. وطبعا التارجت هيحصل له نيجيشن لو كل الكنترولز اللي دخلت كانت بوان. لو فيهم كنترول واحد بس بزيرو، ساعتها التارجت مش هيحصل له نيجيشن، وكل الاوتبوتس مش هتتغير. طبعا نقدر نقول ان بيحصل اكس اور ما بين هنا، طبعا اكس نوت اكس 1 وهكذا مكملين لحد ده اللي قبل الاخير اكس ان ناقص 2، ده الاخير اللي هو اكس ان ناقص 1. فنقدر نقول ان الاكس ان ناقص 1 ده بيحصل له اكس اور مع اند ما بين كل اللي قبليه. تمام، اند ما بين كل اللي قبليه عشان لازم كلهم يبقوا بوان. فنقدر نقول ان اكس ان ناقص 1 اكس اور اكس ان ناقص 2 اند اكس ان ناقص 3 وهكذا لحد اكس 1 لحد اكس نوت. بعد كده بقى عايزين بعد ما شفنا السيركتس او الديجيتال سيركتس وشفنا الريفرسبل جيتس والريفرسبل جيتس، عايزين نتكلم عن البوليان فانكشنز. البوليان فانكشنز بدأت لما جه عالم كان اسمه جورج بول، وقال احنا عايزين نمثل تفكير البني آدم على هيئة معادلات رياضية. وده طبعا ساعدنا جدا في تطور الكمبيوتر، ان احنا قدرنا ننقل للكمبيوتر الطرق اللي احنا بنقدر نفكر بيها، وهو يقدر يفكر لوجيكلي او ارثماتيكلي بنفس الطريقة. تمام، فاحنا كنا عايزين نخلي الكمبيوتر يفكر بالطريقة اللي بيفكر بيها الإنسان. ف جورج بول قال احنا نقدر نمثل التفكير البني آدم على هيئة معادلات رياضية، بعد كده سموها بوليان فانكشنز باسمه. البوليان فانكشن دي بتكون فانكشن داخل لها فيكتور من الاصفار وحايد، وبتعمل له مابنج وبتطلع اوتبوت ل 0 1، اوتبوت واحد بس، يعني يا صفر يا اما واحد. ده مثال لبوليان فانكشن. مثلا بوليان فانكشن في 3 فاريبلز f of x naught و x1 و x2 x naught bar or x1 x2. لما بنيجي بنمثل البوليان فانكشنز عندنا بنمثلها بطريقه من اتنين، يا اما حاجه بيسموها الكانونيكال بوليان لوجيك، وحاجه بيسموها الريد مولر لوجيك. الكانونيكال بوليان لوجيك بيستخدم الاند والاور والنوت علشان يمثل البوليان فانكشنز، الريد مولر لوجيك بيستخدم الاند والاكس اور والنوت علشان يمثل البوليان فانكشن. تعالى كده نشوفهم واحد واحد. بس قبل ما نتكلم عن الكانونيكال بوليان لوجيك، تعال نشوف الفانكشن اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي x0 x1 x2
بتساوي اكس نوت بار اور اكس 1 اكس 2. نفتكر كده مع بعض الفانكشن دي كانت بتترسم ازاي، او كنا بنشوفها على هيئة سيركت ازاي. طبعا كان بيبقى عندي انبوتس بالمنظر ده، عندي اكس نوت اكس 1 واكس 2، دي الانبوتس بتاعت الفانكشن. اول حاجة عندي في اكس نوت بار، اكس نوت بار يعني انا عايز اخد الاكس نوت اعمل لها نيجيشن، يبقى ادخلها على نوت. فلو دخلتها على نوت يطلع لي من هنا اكس نوت بار. بعد كده هتلاقي ان في اند ما بين اكس 1 واكس 2، يبقى هاخد الاكس 1 والاكس 2 هدخلهم على اند جيت. بعد كده طبعا هيطلع لي من هنا اكس 1 اكس 2. بعد كده عايز اخد الاوتبوت اللي طالع من هنا، اعمل له اور مع الاوتبوت اللي طالع من هنا، فادخل الاثنين على اور علشان تطلع لي طبعا الفانكشن از اوتبوت من هنا. تمام. طيب علشان نمثل البوليان فانكشن في الكانونيكال بوليان لوجيك بنستخدم الاكسبريشن اللي موجود ده، اللي هو بيقول ان احنا عندنا summation من i equals 0 ل 2 باور n minus 1، يعني من اول ترم خالص لحد الاخير. وكل مره في السمشن بنحط اي ام اي. الاي اي هو مجرد بس انديكيتور بيقول لي اذا كان الام اي هيظهر ولا مش هيظهر، بمعنى ان الام اي هو المنتر، والانديكيتور ده بيقول لي اذا كان المنتر ده هيظهر في الاكسبريشن بتاعي ولا مش هيظهر، بيكون يعني يا بزيرو يا بواحد، لو بزيرو يبقى بيظهرش، لو بوان بيظهر. والبلس اللي قبل السبمشن دي بتقول لي ان انا بس بربط ما بين كل من ترم والتاني بأور. طيب احنا عرفنا كده خلاص البوليان فانكشن، وعرفنا ازاي نمثلها في الكانونيكال بوليان لوجيك باستخدام الاكسبريشن ده. عايزين نعرف ازاي نمثلها على هيئة بقى ده كده conventional او digital circuit. احنا عايزين بقى نرسمها على هيئة بوليان كوانتم سيركت، يعني في النهاية عايزين نوصل للشكل ده، وهو ده الهدف الأساسي اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة، ازاي نرسم للفانكشن دي البوليان او الكوانتم بوليان سيركت بتاعتها. طبعا لو انت بصيت للسيركت دي هتلاقي ان دي جنرالايزد توفلي جيت، تمام، مكونة من 3 كنترولز والتارجت بتاعها بادئ بزيرو. طبعا احنا بناخد من هنا الاوتبوت او اللي هيطلع بعد الجيت بيكون معمول له اكس اور مع كل اللي قبليه. فلو بصيت كده للاوتبوت اللي طالع من هنا هتلاقي طبعا ان انت عندك الكنترولز في الجيت الاولانيه دي اكس نوت اكس 1 اكس 2، فانت بتعمل اكس نوت اكس 1 اكس 2 دول كده اند مع بعض اكس اور اللي قبليه. طب ايه اللي قبليه؟ كان زيرو. فطبعا لما تعمل اكس اور مع الزيرو يبقى كانك ما عملتش حاجه، فيطلع لك من هنا اكس نوت اكس 1 اكس 2. طيب اللي هيطلع بعد الجيت الثانيه دي هو الكنترول الجديد اكس اور مع اللي قبليه، فالكنترول الجديد مين؟ اكس نوت. فهيطلع لك اكس نوت طبعا اكس اور مع اللي قبليك اللي هو اكس نوت اكس 1 اكس 2، فهيكون المنظر عامل كده اكس نوت اكس 1 اكس 2 اكس اور اكس نوت. اللي بعد الجيت دي طبعا الجيت دي هي بس مجرد نوت، نوت من غير اي كنترولز، يعني كده كده اللي موجود هنا هيحصل له نيجيشن، وبالتالي ممكن اعمل له اكس اور مع ال 1 علشان يحصل له نيجيشن، فيكون الاوتبوت اللي طالع من هنا هو اكس نوت اكس 1 اكس 2 اكس اور اكس نوت اكس اور 1. هو ده بقى اللي احنا عايزين نتعلمه النهارده، احنا عايزين نشوف ازاي نحول الشكل ده للشكل ده. طيب في البدايه تعال نشوف الاكسبريشن ده ازاي هنبنيه، او ازاي هنستخدم الاكسبريشن ده علشان نحط الفانكشن او البوليان فانكشن دي في النورمال فورم او في الكانونيكال بوليان لوجيك. لو انت واخد بالك ان هتلاقي هنا ان مش كل الفاريبلز ظهرت في كل ترم، هتلاقي الترم الاولاني مثلا اكس نوت بس، طب فين الاكس 1 والاكس 2؟
مش ظاهرين، مش عارفين ايه كانت حالتهم. لو بصيت مثلا للترم اللي بعد كده اللي هو ال X1 X2، هتلاقي ال X1 وال X2 اوكي ظهروا، بس ال X0 ما ظهرتش، مش عارفين حالتها كانت ايه. فاحنا عايزين نحطها في النورمال فورم بحيث ان يظهر كل ال variables حالتهم كانت ايه في اي ترم. فعلشان نعمل الكلام ده هنبني ال true stable لل function دي. لما نيجي نبني ال true stable، طبعا لو ال x node ب0 وال x1 ب0 وال x2 ب0 هيكون ال output اللي طالع ب1. جت منين؟ لو دخلنا الاصفار دي او عوضنا في الفانكشن، فهتلاقي ان الاكس نود بيحصل له نيجيشن، فالزيرو هيكون 1 بعد ما يحصل له النيجيشن. طبعا يبقى الاوتبوت بتاع الحته دي بس 1 1 اور ايا كان بقى اللي هنا، فطبعا الريزلت بتاعت الفانكشن هتطلع ب1 طول ما الاكس نود ب0. فهتلاقي هنا طلع ب1. الحاله اللي بعد كده برضو الاكس نود ب0، فانت لو دخلتها برضو هنا فهتلاقي ان هيحصل لها نيجيشن، هتبقى ب1 1 اور اي حاجه هتكون ب1، وبالتالي الاوتبوت اللي هيطلع من هنا برضو هيكون 1، وهكذا. هتكمل بقى الترو ستيبل بتاعك بنفس الشكل ده لحد ما تخلص الترو ستيبل. هتلاقي ان الفانكشن بتاعتك بتدي ترو في كيسز معينه، وبتدي فولز في كيسز معينه. علشان تبني بقى الاكسبريشن بالشكل اللي قلنا عليه، هتشوف الفانكشن بتدي 1 فين، وتبدا تكتب الكيس اللي تدي 1 في الحاله دي. بمعنى احنا لو مسكنا الحاله الاولانيه دي بس، هتلاقي الاكس نوت اصلا ب0، والاكس 1 اصلا ب0، والاكس 2 اصلا ب0. احنا عايزين نعمل ما بين ال 3 variables دول اند، بحيث ان احنا لما نعوض ب0 0 0 يديني true. طب ازاي دي تحصل؟ طبعا علشان نعمل الكلام ده يبقى لازم اخد ال x node اعمل له negation فيبقى x node bar، وبعدين اعمل له اند مع x1 bar، وبعدين اعمل له اند مع x2 bar، فيكون المنظر عامل كده. كده انت لما طلعت المين ده بقى اللي اسمه مين ترم، لما طلعت المين ترم ده، انت لو حطيت الزيرو زيرو زيرو في المين ترم ده هيديك ترو. ليه؟ لانك بتعمل نيجيشن للزيرو، بتعمل نيجيشن للزيرو بتاع الاكس 1، وبتعمل نيجيشن للزيرو بتاع الاكس 2، وبالتالي هيبقى 1 1 1 1 اند 1 اند 1 ب 1. تمام؟ طيب بنفس الفكره، عندنا هنا 0 وعندنا هنا 0 وعندنا هنا 1، فاحنا طبعا عايزين نخليهم كلهم بواحد علشان لما نعمل اند ما بينهم يطلع لي الاوتبوت بواحد. فالاكس نود دي عايزين نعمل لها نيجيشن عشان هي اصلا ب0، الاكس 1 عايزين نعمل لها نيجيشن عشان هي اصلا ب0، الاكس 2 مش محتاجين نعمل لها نيجيشن. فكده المين ترم اللي يطلع من الكيس دي هو هيكون اكس نود بار اكس 1 بار اكس 2، فهيكون شكله عامل كده اكس نوت بار اكس 1 بار اكس 2. بقى الكيس اللي بعد كده او بقيت بقى الترو ستيبل، يعني الكيس اللي بعد كده هتبقى ادي الاكس نوت ب0، فده محتاجين ان احنا نعمل له نيجيشن فيبقى اكس نوت بار، والاكس 1 ب1 فده هيفضل زي ما هو اكس 1، بعد كده الاكس 2 ب0 فده هنعمل له نيجيشن هيبقى اكس 2 بار. الكيس اللي بعد كده ادي اكس نوت ده ب0، فاحنا محتاجين طبعا نعمل له نيجيشن عشان يبقى بون، يبقى اكس نوت بار، وبعدين اكس 1 اكس 2 هيفضلوا زي ما هم، وهكذا تكمل بقيه المين تيرمز بتاعتك بالمنظر ده. كده فاضل بس تشوف مين من المين تيرمز دول اللي انت هتاخدهم معاك ومين انت مش هتاخدهم. فاكرين الانديكيتور اللي هو الاي اي اللي كنا بنقول عليه من شويه؟ الاي اي او الانديكيتور ده هو الريزلت اللي طالعه من الفانكشن. فهتلاقي عندك هنا الريزلت اللي طالعه من الفانكشن ساعات ب1 وساعات ب0، هتاخد معاك اللي ب1 وهتسيب اللي ب0. تمام؟ طيب هتاخد الحالات اللي الفانكشن بس بتدي فيها ترو، وبالتالي يبقى عندك كده الاكسبريشن اللي تقدر تكتبه او تقدر تكتب
الفانكشن دي في النورمال فورم بالمنظر ده. كل بقى الاكسبريشنز او كل المين تيرمز اللي ادت 1، فتبقى الاف بتاعتك هي عباره عن اكس نوت اكس اكس نوت بار اكس 1 بار اكس 2 بار اور اكس نوت بار اكس 1 بار اكس 2 اور اكس نوت بار اكس 1 اكس 2 بار اور اكس نوت بار اكس 1 اكس 2 اور اكس نوت اكس 1 اكس 2. طيب كده احنا حطيناها في النورمال فورم. كل ده احنا كنا بنتكلم عن الكانونيكال بوليان لوجيك. عايزين بقى نشوف ازاي نحطها في الريد مولر لوجيك. الريد مولر لوجيك بيقول لك ان احنا دلوقتي هنستخدم الاكسبريشن ده علشان نقدر نحط الفانكشن بتاعتنا في الريد مولر لوجيك. فعلشان تستخدم الاكسبريشن ده، الاكسبريشن ده بيقول لك برضو سمشن من اول ترم لحد الترم الاخير، بس المره دي بيقول لك بي اي ابساي اي. البي اي هو انديكيتور، نفس الكلام بقى زي الاي اي، هو انديكيتور بيقول لك اذا كان الترم هيظهر ولا مش هيظهر. والابساي اي هو البرودكت ترم. في الريد مولر لوجيك بنسميه برودكت ترم، في الكانونيكال بوليان لوجيك بنسميه مين ترم، ولكن هو تمام، هو بس اختلاف المسمى بتاعه. وطبعا الاكس اور اللي موجوده قبل السمشن بتقول لي ان انا هربط ما بين كل برودكت ترم والتاني بعلامه اكس اور. وبنفس الطريقه هبني برضو الترو ستيبل بنفس المنظر ده تمام، بتاع الفانكشن ده نفس الترو ستيبل اللي كنا شايفينه من شويه. فهبني نفس الترو ستيبل بتاع الفانكشن بنفس المنظر، واشوف برضو ايه الترمز اللي بتديني 1، ايه البرودكت ترمز اللي بتديني 1، وبالتالي هتبقى هي دي، واحط ما بينها علامه اكس اور. لو حبيت تكتبها بالابساي الاول فانت هيبقى عندك طبعا الابساي بالمنظر ده، الابساي اللي هي الاولانيه دي هي ابساي نوت. اشمعنى ابساي نوت؟ علشان 0 0 0 بالباينري تديك ايه؟ 0، فتبقى ابساي نوت. طب 0 0 1 ده باينري، لو حولتها لديسمال تديك ايه؟ 1، فتبقى دي ابساي 1، وهكذا اللي بعد كده ابساي 2 ابساي 3 ابساي 4 ابساي 5 ابساي 6 ابساي 7 تمام. طيب طبعا مين الحالات اللي بتديك هنا ترو علشان تبدا تحط بقى الاكسبريشن بتاعك في الريد مولر لوجيك؟ هتلاقي ان الحالات اللي بتديك ترو هي ابساي نوت وابساي 1 وابساي 2 وابساي 3 وابساي 7. فانت تقدر تقول ان الفانكشن بتاعتك هتكون عباره عن ابساي نوت اكس اور ابساي 1 اكس اور ابساي 2 اكس اور ابساي 3 اكس اور ابساي 7. ولو حبيت تكتب الفانكشن بتاعتك بقى في شكل الفاريبلز، فهتبدا تقول ان الفانكشن هتكون شكلها عامل كده، اف بتساوي اكس نوت بار اكس 1 بار اكس نوت بار اكس اور اكس نوت بار اكس 1 بار اكس 2، وهكذا. هتبدا تاخد الحالات بتاعت كل ابساي فيهم وتحطها، وطبعا رابط ما بينهم باكس اور زي ما اتفقنا. طيب لو اخدت بالك كده ان في الكانونيكال بوليان لوجيك لما حطيناها في النورمال فورم كان شكل الفانكشن عامل كده، في الريد مولر لوجيك لما حطيناها كان شكل الفانكشن عامل كده. لو قارنت ما بين الاثنين هتلاقي ان هما بالظبط، ما عدا ان هنا اور وهنا اكس اور. نستنتج من هنا ان لو الفانكشن بتاعتك في النورمال فورم انت مش محتاج تعمل كل اللي احنا عملناه ده. لو الفانكشن بتاعتك في النورمال فورم جاست بس تقدر تريبليس الاور بالاكس اور، وتبقى انت كده خلاص وصلت للريد مولر لوجيك. طيب في شوية بس حاجات محتاجين برضو نعرفها قبل ما نبدأ نشوف ازاي هنعمل ريبريزنتيشن للبوليان فانكشن بتاعتنا على شكل بوليان كوانتم سيرفر. تعالى كده نفتكر مع بعض شكل الاكس اور الترو ستيبل بتاعها كان عامل ازاي. فلو بصيت كده هتلاقي طبعا الاكس اور احنا شفناه من شويه، لما بيكون التو انبوتس متشابهين بيكون الاوتبوت بزيرو، ولما بيكون
التو انبوتس مختلفين بيكون الاوتبوت 1. فمن هنا نقدر نستنتج شوية حاجات. لو انت بصيت على الكيس دي هتلاقي ان زيرو لما تعمل لها اكس اور مع زيرو طلعت زيرو كاوتبوت، ولو بصيت على الكيس دي هتلاقي ان 1 لما تعمل لها اوتبوت لما تعمل لها اكس اور مع زيرو طلعت اوتبوت 1. بمعنى انك لما بتعمل اكس اور مع الزيرو اللي هو اللي باللون الاخضر ده بيطلع لك الانبوت بتاعك التاني زي ما هو. يعني انا عملت اكس اور مع الزيرو لما كان بزيرو طلع بزيرو، ولما كان بوان طلع بوان. ومن هنا نقدر نستنتج انك لو عملت لاي اكس اكس اور مع الزيرو هتطلع نفس الاكس. طب ولو كانت اكس بار عملت لها اكس اور مع الزيرو هتطلع اكس بار برضو. فنقدر نستنتج انك لما بتعمل اكس اور مع الزيرو انت ما بتغيرش اللي انت بتعمل اكس اور معاه، بيطلع كاوت بوت زي ما هو. طيب تعال نشوف الكيس اللي بعد كده او الاكسبريشن اللي نقدر نستنتجه تاني. لو عملت اكس اور مع الوان، فلو بصيت كده هتلاقي ان الزيرو لما تعمل لها اكس اور مع 1 طلع الاوتبوت 1، ولما ال1 اتعمل لها اكس اور مع ال1 طلع الاوتبوت بزيرو. فمن هنا نقدر نستنتج انك لما بتعمل اكس اور مع ال1 انت كانك بتعكس الانبوت اللي داخل، يعني الزيرو بقت 1 وال1 بقت زيرو. فنقدر نكتب الاكسبريشن ده ان اكس اكس اور 1 هتكون عباره عن اكس بار، واكس بار اكس اور 1 هتكون عبارة عن X. طيب في ايه تاني؟ لو بصيت كده للتو كيسز دول هتلاقي ان 0 0 طبعا ده كده التو انبوتس متشابهين، كأنك بتعمل X X OR مع نفسها، يعني X X OR X بيكون الاوتبوت بزيرو. نفس الكلام لو 1 فكأنك برضو بتعمل اكس اور مع نفسها بيكون الاوتبوت بزيرو. فنقدر نكتب اكسبريشن بالشكل ده، ان احنا دلوقتي لو عملنا اكس اكس اور اكس فيطلع لك الاوتبوت بزيرو، ولو عملت اكس بار اكس اور اكس بار هيكون الاوتبوت بزيرو برضه. طيب الكيس دي لو الانبوتس مختلفين بيكون الاوتبوت 1. فنقدر طبعا نستنتج من هنا انك لو عملت اكس اكس اور اكس بار يطلع لك الاوتبوت 1، فيكون المنظر عامل كده. تمام، مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين البروبرتيز دي كويس، لان بنشتغل بيها واحنا بنعمل سمبليفيكيشن للاكسبريشنز بتاعتنا. طيب في برضو بعض البروبرتيز اللي نقدر نتكلم عليها. اول واحده هي الاسوسييتيف. الاسوسييتيف بمعنى ان ترتيب الاكس اور بتاعك ما يفرقش، بمعنى انك لو بدات تعمل اكس لو عندك يعني اكس 1 اكس اور اكس 2 اكس اور اكس 3، لو عملت الاول الاكس 2 مع الاكس 3 هي هي لو عملت الاول اكس 1 مع اكس 2 بعدين عملت معاهم الاكس 3 هي هي لو شلت الاقواس خالص، وايا كان ترتيب الاكس اور اللي انت هتعملها الاول الترتيب ما يفرقش. البروبرتي اللي بعد كده اللي هي الديستريبيوتيف او التوزيع، انك لو عندك اكسبريشن زي كده ان انت عندك اكس 1 مضروبه او معمول لها اند يعني مع اكس 2 اكس اور اكس 3 تقدر توزع الاكس 1 جوه فيطلع لك اكس 1 اكس 2 و اكس اور اكس 1 اكس 3. تمام، مهمة قوي برضو البروبرتي دي بنستخدمها كتير. البروبرتي بتاعت اللي بعد كده اللي هي الكوميوتيتيف، ان انت تقدر تبدل الفاريابلز ما بين الاكس اور يعني وما يحصلش مشاكل. يعني لو قلت اكس 1 اكس اور اكس 2 هي هي لو قلت اكس 2 اكس اور اكس 1. تمام، يبقى الترتيب ما يعملش مشكلة. دلوقتي بقى عايزين نشوف ازاي هنبني البوليان كوانتم سيركت بتاعتنا من الاكسبريشن اللي وصلنا له من شويه.
في البداية لو انت عندك بوليان فانكشن ليها n input يبقى انت لازم تحضر n plus 1 qubit. n qubit لل n input و extra qubit واحد زيادة كده علشان يهولد الريزلت بتاعت الفانكشن، وهتعمل له initialization بالزيرو. الحالة او الستيب اللي بعد كده انك تحط generalized Toffoli gate لكل product term. تعالى نشوف الكلام ده هيحصل ازاي، بس تعالى برضو نتفق على حاجة. احنا دلوقتي جهزنا خلاص زي ما قلت لك، احنا هنجهز كيوبيتس بعدد الفاريبلز وفي واحد زيادة. فانا الفاريبلز اللي كانت عندي هنا اللي هم اكس نوت واكس 1 واكس 2، فجهز كيوبيت لاكس نوت، كيوبيت لاكس 1، كيوبيت لاكس 2، والاكسترا كيوبيت ده اللي احنا اتفقنا ان هنعمله initialization بزيرو، علشان طبعا الاكس نود ده هيمر زي ما هو، والاكس 1 هيمر زي ما هو، والاكس 2 هيمر زي ما هو، بس هنا هيطلع لك الريزلت بتاعت الفانكشن فيكون الشكل كده. تمام؟ طيب هنبدا نمسك بقى برودكت تيرم برودكت تيرم. البرودكت تيرم الاولاني ده لما تيجي تتعامل معاه هتلاقي ان انت عندك مثلا اكس نود بار، اكس نود بار هنحط الكنترول مفتوح. الكنترول المفتوح ده بيقول لك، طبعا الكنترول مقفول اللي احنا اخدناه من شويه كان بيقول ان لو بوان بتشغل السيركت اللي تحتيه، لو بزيرو ما بتشغلش السيركت اللي تحتيه. امال ايه الكنترول المفتوح ده؟ الكنترول المفتوح العكس، لو الانبوت كان بزيرو بتشغل السيركت، لو الانبوت كان بوان ما بتشغلش السيركت. تمام؟ وبالتالي احنا تبسيطا للموضوع، فلما هيكون عندك اكس نوت بار هتحط الكنترول بتاعها مفتوح، اكس 1 بار هتحط الكنترول بتاعها مفتوح، اكس 2 بار هتحط الكنترول بتاعها مفتوح، وطبعا التارجت بتاعك على الواير الاخير اللي انت هتطلع عليه الريزلت. فهيكون شكل الجيت اللي احنا هنحطها للبرودكت تيرم ده كده. اكس نوت الكنترول بتاعها مفتوح اهو، اكس 1 الكنترول بتاعها مفتوح، الاكس 2 الكنترول بتاعها مفتوح، وفي الاخر خالص هتحط التارجت بتاعك على الواير الاخير. طيب بعد كده عايزين نحط جيت برضو للبرودكت تيرم ده، فهتلاقي ان البرودكت تيرم ده اكس نوت بار، اكس 1 بار، اكس 2. يبقى كده الاكس نوت بار الكنترول بتاعها مفتوح، الاكس 1 بار الكنترول بتاعها مفتوح، الاكس 2 الكنترول بتاعها مقفول، والتارجت زي ما اتفقنا هو اخر واير. فللبرودكت تيرم ده نقدر نزود الجيت دي اللي هي اكس نوت اهي، اكس نوت، اكس 1، اكس 2، واتفقنا بقى انهي كنترولز مفتوحه وانهي كنترولز مقفوله. البرودكت تيرم اللي بعد كده اكس نوت بار، اكس 1، اكس 2 بار، نقدر طبعا ان احنا نحط اكس نوت بار الكنترول بتاعها مفتوح، اكس 1 هيكون الكنترول بتاعها مقفول، اكس 2 هيكون الكنترول بتاعها مفتوح، والتارجت بتاعي هيكون على الواير الاخير برضو زي ما اتفقنا، فيكون شكل الجيت بالمنظر ده. طيب برودكت تيرم اللي بعد كده اكس نوت بار اكس 1 اكس 2، اكس نوت بار طبعا ده الكنترول بتاعها هيكون مفتوح، اكس 1 كنترول مقفول، اكس 2 كنترول مقفول، هيكون شكل الجيت عامل كده. اخر برودكت تيرم اكس نوت اكس 1 اكس 2، طبعا كل الكنترولز بتاعتي هنا هتكون مقفوله، فهزود الجيت بتاعتي بالمنظر ده، فهيكون اكس نوت اكس 1 اكس 2، وطبعا الريزلت على الواير الاخير زي ما اتفقنا. تمام؟ دي الطريقة اللي بنبني بيها البوليان كوانتم سيركت. تعالى طبعا السيركت دي لو انت بصيت لها، السيركت دي مش احسن سيركت نقدر نوصل لها للبوليان فانكشن دي. السيركت كبيرة شوية وفيها كنترولز كتير، وبالتالي مش هتكون افيشنت. عايزين نبسط السيركت دي بقدر الامكان بحيث ان هي تكون افيشنت. فلو بصينا كده للاكسبريشنز اللي كنا كتبناها، كان من ضمن الاكسبريشن كده كان بيقول لك ان اكس
اكس اور 1 بتساوي اكس بار، صح كده؟ وكان العكس طبعا مظبوط، ان انت لو عندك اكس بار اكس اور 1 بتساوي اكس، تمام؟ معنى كده ان احنا نقدر نشيل اي حاجه فيها بار هنا ونحط بدلها نفس الحاجه بس معمول لها اكس اور مع ال 1، صح كده؟ طيب تعال نبسط الاكسبريشن بالشكل ده. يبقى انا عندي هنا في البرودكت ترم الاولاني اكس نوت بار، فلما تيجي تشيلها وتحط بدلها ما يوازيها هيبقى اكس نوت اكس اور 1. اللي بعد كده اكس 1 بار برضو عشان تشيلها وتحط اللي بنفس معناها هيكون اكس 1 اكس اور 1، والاكس 2 بار هتشيلها برضو وتحط بدلها اكس 2 اكس اور 1، فيكون الشكل بتاعك عامل كده، تمام؟ طيب الاكس او البرودكت تيرم اللي بعد كده، البرودكت تيرم اللي بعد كده نفس الكلام، عندك هنا اكس نوت بار اكس 1 بار اكس 2، اكس 2 مش تيجي جنبها تسيبها زي ما هي، واكس نوت بار دي هتشيلها وتحط بدلها اكس نوت اكس اور 1 بالمنظر ده كده، والاكس 1 بار هتشيلها وتحط مكانها اكس 1 اكس اور 1 بالمنظر ده كده. طيب البرودكت تيرم اللي بعد كده عندي هنا ايه الحاجات اللي فيها بار؟ عندي اكس نوت بار وعندي اكس 2 بار، يبقى الاكس 1 هي اللي هتفضل زي ما هي، فتقدر تريبليس طبعا البرودكت تيرم ده بالبرودكت تيرم ده اللي هو اكس نوت اكس اور 1 اكس 1 اكس 2 اكس اور 1. انا شلت بقى ايه، عملت ايه؟ شلت الاكس نوت بار حطيت بدلها اكس نوت اكس اور 1، وشلت الاكس 2 بار وحطيت بدلها اكس 2 اكس اور 1، تمام؟ البرودكت تيرم اللي بعد كده ما فيهوش بس غير اكس نوت بار، فطبعا اقدر اشيلها واحط بدلها اكس نوت اكس اور 1 بالمنظر ده. البرودكت تيرم اللي بعد كده ما فيهوش اي حاجه بار، فهيفضل زي ما هو. طيب عايزين نبسط الاكسبريشن، نبدا بقى نستخدم البروبرتيز اللي قلنا عليها. كان في البروبرتي بتاعت الديستريبيوتيف، ان انت تقدر توزع الفاريابلز لما بيكون عندك اقواس، تقدر توزع الفاريابلز جوه الاقواس، بمعنى ان هتلاقي الاكسبريشن او الجزء الاولاني ده لو حبيت توزع الاكس نوت على الاكس 1 والاكس 2 هتلاقي ان هو يطلع لك اكس نوت اكس 1 اكس 2 اللي هو ده، وهتلاقي ان بعد كده يطلع لك اكس نوت اكس 1 ويطلع لك اكس نوت اكس 2 ويطلع لك اكس 1 اكس 2، وبعدين يبقى كده فاضل مين ما ضربناهمش مع بعض، الاكس نوت مع الواحد، تمام؟ يبقى اكس نوت و الاكس 1 والاكس 2 وبعدين الواحد، لما يتضرب في الواحد وبعدين يتضرب في الواحد يطلع واحد، فيكون المنظر عامل كده، تمام؟ طبعا انت ممكن ما تفكش الثلاث اقواس كده مره واحده، ممكن تفكهم قوسين قوسين لو الموضوع صعب. طيب تعالى كده اللي بعد كده، انا عندي هنا قوسين برضو عايزين يتفكوا، فعشان يتفكوا هناخد الاكس نوت دي هنعمل لها اند مع الاكس 1 دي، فيطلع لي اكس نوت اكس 1، وما تنساش ان في اكس 2 بره، فيبقى اكس نوت اكس 1 اكس 2، تمام؟ فيكون المنظر عامل كده اكس نوت اكس 1 اكس 2، تمام؟ طيب ايه تاني؟ الاكس نوت هتتوزع على الاكس 1، فيبقى اكس نوت سوري الاكس نوت هتتضرب او يتعمل لها اند مع ال 1، فلما يتعمل لها اند مع ال 1 كان ال 1 ما اتحطش، فيبقى اكس نوت بس، تمام؟ وما تنساش ان في اكس 2 بره، فيطلع لك من هنا اكس نوت اكس 2. اللي بعد كده هتبدا توزع ال 1 على القوس، فلما توزع ال 1 على القوس 1 في اكس 1 هتبقى بتديك اكس 1 طبعا بس، وما تنساش ان في اكس 2 بره، فيبقى اكس 1 اكس 2، وبعدين ال 1 لما يتوزع على ال 1 هيديك 1، وما تنساش ان في اكس 2 بره فهيديك اكس 2، تمام؟ طيب يبقى اللي انا بعد ما فكيت الاكسبريشن ده طلع لي x نوت x1 x2 x اور x نوت x2 x اور x1 x2 x اور x2. تعال نفك الاكسبريشن اللي بعد كده اللي هو x نوت x اور x1 x1
X2 XOR 1. طبعا لما تيجي تفكه هتلاقيه بالمنظر ده. بنفس الطريقة بقى اكس نوت هتتضرب في الاكس 1 وبعدين تتضرب في الاكس 2 فيطلع لك اكس نوت اكس 1 اكس 2، وبعدين اكس نوت هتتضرب في الاكس 1 وبعدين تتضرب في ال 1 فيطلع لك اكس نوت اكس 1. تمام. انا لما بقول ضرب انا اقصد عملية اند. تمام. بعد كده اكس نوت خلاص خلصناها. بعد كده ال 1 ده لما يتضرب في القوس فطبعا هياخد الاكس 1 معاه فيطلع لك اكس 1 اكس 2. ال1 لما يتضرب في ال1 فهياخد الاكس 1 معاه فيطلع لك من هنا اكس 1. اخر واحد خالص لما تيجي تفكه هيبقى عندك اكس نوت اكس اور 1 مضروب فيه او معمول له اند مع اكس 1 اكس 2. فطبعا لما تيجي توزع الكلام ده جوه هيطلع لك من هنا اكس نوت اكس 1 اكس 2 وهيطلع لك من ال1 اكس 1 اكس 2. فهيكون الشكل عامل كده. تمام. طيب كده انا فكيت الاكسبريشن، فاضل بس ان انا اشوف ايه اللي ملوش لازمه واشيله. لو بصيت كده او لو افتكرت الاكسبريشنز اللي احنا كنا كتبناها مع بعض هتلاقي ان كان في اكسبريشن كده بنقول انك لما بتعمل اكس اور لحاجه مع نفسها بيديك زيرو، ولما بتعمل اكس اور لحاجه مع الزيرو بيديك نفس الحاجه. نقدر نستنتج من الاتنين دول ان اي حاجتين شبه بعض هنا ممكن نشيلهم مع بعض، يشيلوا بعض يلاشوا بعض كأنهم ما حصلوش. ليه؟ لان الحاجة مع نفسها بتدي زيرو. تمام. طب بقية الاكسبريشن كله مع الزيرو هيدي نفس الاكسبريشن، يبقى تقدر تكنسل اي اتنين شبه بعض. وبالتالي لو جيت بصيت كده هتلاقي ان هنا في اكس نوت اكس 1 اكس 2 ومعاها هنا اكس نوت اكس 1 اكس 2، اقدر اشيلهم مع بعض. بعد كده هتلاقي ان في اكس نوت اكس 1 وهتلاقي ان في تحت في اكس نوت اكس 1 تقدر تشيلهم مع بعض. بعد كده هتلاقي اكس نوت اكس 2 هتلاقي ان في تحت في اكس نوت اكس 2 تقدر تشيلهم مع بعض. بعد كده اكس 1 اكس 2 هتلاقي ان في تحت هنا اكس 1 اكس 2 تقدر تشيلهم مع بعض. بعد كده اكس 1 واكس 1 تقدر تشيلهم مع بعض. بعد كده x2 x2 تقدر تشيلهم مع بعض. بعد كده في هنا تاني x نوت x1 x2 وهنا في تحتيها x نوت x1 x2 تقدر تشيلهم مع بعض. بعد كده x1 x2 x1 x2 تقدر تشيلهم مع بعض. فيتبقى لك بقى شكل الفانكشن بالمنظر ده. شكل الفانكشن الكبير اللي كان مغلظ ده صغر بقى، هم مجرد الثري تيرمز دول بس. تمام. طيب لو عايزين نبني البوليان كوانتم سيركت لنفس او للاكسبريشن ده بقى هتتبنى طبعا بالمنظر ده زي ما اتفقنا. اكس نوت اكس 1 اكس 2 دول كنترولز مقفوله والتارجت بتاعك الاخير، وبعدين اكس اور اكس نوت فتحط جيت تانيه الكنترول بتاعك هو الاكس نوت فقط والتارجت هو برضو الاكس را واير اللي حطيناه الاخير، وبعدين اكس اور 1. اتفقنا ان انت لما بتعمل اكس اور مع ال 1 كانك بتعمل نيجيشن، وبالتالي كانك قلت هنا انك بتعمل نوت لكل اللي فات ده. تمام. طيب كان واضح جدا انه احنا بنبسط الاكسبريشن ده انك تقدر تطلع اكتر من اكسبريشن وكلهم طبعا يدوا نفس الناتج، ولكن الاكسبريشنز مختلفه. وكان واضح جدا انك تقدر طبعا بالاكسبريشنز المختلفه دي تقدر تبني سيركتس مختلفه. تمام. وبالتالي السيركت ممكن تكون ابسط وممكن تكون يعني اكتر تعقيدا، يعني ممكن تكون ابسط او ممكن تكون مش ابسط. لو عملنا كده يعني مثلا بالبروبرتيز اللي احنا قلناها، ان احنا شلنا مثلا الاكس اور وحطينا بدلها اكس اور اكس اور 1 اكس نوت، لو شلنا الاكس نوت وحطينا بدلها اكس نوت بار اكس اور 1. تمام. مش كده يبقى كاني ما عملتش حاجه، هو نفس الاكسبريشن. تمام. وبالتالي هتلاقي في 1 هنا طلع مع 1 اللي كان موجود،
نقدر نخليهم يكنسلوا بعض ونشطبهم ويتبقى لك الاكسبريشن بالمنظر ده، يبقى اكس نوت اكس 1 اكس 2 اكس اور اكس نوت بار، تمام؟ او لو بصيت للموضوع بشكل مختلف، ان انت عندك هنا اكس نوت اكس اور 1، لو اخدتها كده بالاسوسييتيف، لو اخدتها في قوس، فاكس نوت اكس اور 1 اللي هي اكس نوت بار، فتوصل برضو لنفس الاكسبريشن ده. لو حاولت تبني البوليان كوانتم سيركت للاكسبريشن ده، هتلاقي ان البوليان كوانتم سيركت هتطلع بالشكل ده. طبعا الاكس نوت اكس 1 اكس 2 دي كنترولز مقفوله، والتارجت بتاعك على الاكسترا واير، والاكس نوت بار ده كنترول مفتوح والتارجت بتاعك على الاكسترا واير. واضح ان السيركت دي ابسط شويه من السيركت دي، وطبعا بتدي نفس الناتج. تعالى نشوف ازاي بتدي نفس الناتج او نسبتها كده سريعا مع بعض. بس في البدايه علشان نقدر نكتب الترو ستيبل بشكل بسيط، في شكل صفار وحايد من غير ما نكتب كيوبتس، فتعالى نخلي الكيوبتس في الفاريبلز ذات نفسها، بحيث ان احنا نقدر نكتب الصفار الوحيد في الترو ستيبل على طول. فهنشيل بس الفاريبلز ونحط بدلها الكات بتاعها. كده نقدر نقول بقى ان لو الاكس نود بزيرو والاكس 1 بزيرو والاكس 2 بزيرو، تمام، دي الانبوتس بتاعتنا، الاوتبوت يطلع لي ايه؟ تعالى نشوف. ادي زيرو دخل على الواير ده، وزيرو دخل على الواير ده، وزيرو دخل على الواير ده، وطبعا الواير ده كان انيشيال بكام؟ بزيرو، ففي زيرو هنا اللي هو اللي بالاحمر ده، تمام. الزيرو ده مفترض ان هو هيعدي من الجيت دي، علشان يعدي من الجيت دي، هل الجيت دي هتعمل له نيجيشن او حاجه؟ لا. هنعرف منين؟ هنبص على الكنترولز. هل كل الكنترولز ب1؟ لا طبعا، الكنترولز كلها مقفوله، فلازم يبقى كل الكنترولز ب1 علشان تعمل نيجيشن للزيرو ده. فطبعا مش كل الكنترولز ب1، اذا الزيرو ده هيعدي من الجيت دي ويفضل بزيرو زي ما هو. طيب محتاج ان هو يعدي من الجيت الثانيه، علشان يعدي من الجيت الثانيه، هل الكنترول اكس نوت الجيت دي واخده كنترول على الاكس نوت بس، هل الكنترول بتاع الاكس نوت بوان؟ لا، الكنترول بتاع الاكس نوت مش بوان، وبالتالي هيعدي من غير ما يحصل له نيجيشن، فيفضل بزيرو زي ما هو، تمام. بعد كده هو بيعدي على نوت، وبالتالي هنا مفيش هنا كونديشن علشان يحصل نيجيشن، فيحصل له نيجيشن بدون اي كونديشن، فالزيرو لما يعدي من الجيت الاخيره دي هيطلع طبعا بوان، فالريزلت بتاعت الزيرو زيرو زيرو هتكون بوان. طب تعالى نشوف الكيس اللي بعد كده. لو انت عندك زيرو زيرو وان داخلين كانبوت عندك للسيركت دي بنفس الطريقه بقى، ادي زيرو زيرو وان، وعندك هنا زيرو ده انيشيال، مفترض ان هو هيعدي من الجيت دي، علشان يعدي من الجيت دي هل هيحصل له نيجيشن ولا لا؟ بص كده على الكنترولز، ادي 0 0 1، هل كل الكنترولز ب 1؟ لا، فيبقى هيعدي من غير ما يحصل له نيجيشن، فيوصل هنا ب 0، وبعد كده هيعدي برده من الجيت اللي بعد كده من غير ما يحصل له اي تغيير، فيوصل هنا ب 0، وبعد كده هيعدي على الجيت اللي بعد كده، الجيت اللي بعد كده هي نوت بدون كنترولز، فطبعا هتعمل له نيجيشن، هيبقى ب 1، يبقى الريزلت هتكون ب 1، وهكذا الكيس اللي بعد كده تقريبا نفس الفكره، فهيطلع طبعا هيعدي 0 0 0 وبعدين يطلع هنا ب 1، وبعدين الكيس اللي بعد كده برضه نفس الفكره، لما الانبوت بتاعي هيكون ب 0 1 1، الزيرو ده هيفضل برضو ماشي، هيعدي على الجيت الاولانيه يوصل زيرو، هيعدي على الجيت الثانيه يوصل زيرو، وبعد كده يحصل له نيجيشن يبقى ب 1. الفكره بقى او اللي احنا عايزين ندقق فيها شويه، اللي هي لما يكون الانبوت بتاعي ب 1 0 0، بص كده لما يكون الانبوت بتاعي ب 1 0 0 ايه اللي هيحصل؟ طبعا ادي ده الزيرو اللي داخل من هنا، فمفترض ان هو هيعدي من الجيت الاولانيه دي، هيجي يعدي من الجيت الاولانيه، هل كل الكنترولز ب 1؟
لا طبعا مش كل الكنترولز بون، فهيعدي ويوصل هنا بزيرو زي ما هو. الجيت دي مش هتأثر عليه. طب تعالى بص للجيت دي. الجيت دي هل الكنترول بتاعها بوان؟ اه الكنترول بتاعها بوان. اذا الجيت دي هتعمل نيجيشن للزيرو، فالزيرو ده يعدي منها بوان، تمام؟ عشان هي عملت له نيجيشن لان الكنترول بتاعها بوان. طيب بعد كده هيعدي على الجيت دي. الجيت دي هي نوت جيت، هتعكس الوان ده تخليه زيرو، وبالتالي الاوتبوت بتاع الفانكشن من هنا هيبقى زيرو. ونقدر نكمل بقى الترو ستيبل بنفس الشكل. لو بصيت على الترو ستيبل ده، هو تقريبا لو انت فاكر شكل الترو ستيبل اللي احنا بدأنا بيه خالص للبوليان فانكشن اللي كنا كاتبينها، وقلنا نبني لها الترو ستيبل ونعمل لها الكانونيكال بوليان لوجيك والريد مولر لوجيك، هتلاقي ان الترو ستيبل ده هو نفس الترو ستيبل اللي بنيناه في الاول خالص بتاع الفانكشن. كمان لو حاولت تبني الترو ستيبل للسيركت دي، هتلاقي ان هو نفس الترو ستيبل بتاع السيركت. هم نفس طبعا الترو ستيبل، وبالتالي التو سيركتس دول زي بعض وبيدوا نفس الناتج، تمام؟ نستنتج من كده ان في حاجة اسمها ريد مولر بولاريتيز. لما بتغير البولاريتي بتاعت الفانكشن بيديك اكسبريشن مختلف لنفس البوليان فانكشن، وبالتالي ممكن تكون السيركت اللي تقدر تبنيها للاكسبريشن ده افضل من السيركت اللي كانت معاك. طبعا مش شرط تكون افضل، ممكن تكون اسوأ. فطبعا لازم تقعد بقى تشوف او تجرب في البولاريتيز بحيث انك تعرف انهي افضل بولاريتي تقدر توصل لها. اللي احنا كنا بنعمل لها جينيريشن من شوية دي بيسموها ميكسد بولاريتي. احنا عندنا البولاريتيز نوعين، حاجة بيسموها فيكسد بولاريتي وحاجة بيسموها ميكسد بولاريتي. اللي احنا عملنا لها جينيريشن في الحتة دي كده، تمام؟ بيسموها ميكسد بولاريتي. ليه ميكسد بولاريتي؟ عشان هتلاقي فيه هنا اكس نوت، وفي نفس الاكسبريشن في اكس نوت بار. فهتلاقي ان الاكس نوت نفس الفاريبل ظهر بشكلين مختلفين، مره في الترو فورم بتاعه ومره في الكومبلمنتد فورم بتاعه، وبالتالي بنقول عليها ميكسد بولاريتي. امال ايه الفيكسد بولاريتي؟ الفيكسد بولاريتي ما بتسمحش لاي فاريبل يظهر بشكلين مختلفين، يا اما يكون في الترو فورم بس، يا اما يكون في الكومبلمنتد فورم بس، تمام؟ طيب تعالى نشوف ازاي هنقدر ان احنا نغير البولاريتيز بتاعه الفانكشن دي، ونقدر ان احنا نطلع شكل جديد من البولاريتي، او نطلع شكل جديد، شكل سيركت جديد يعني. في البدايه هتلاقي هنا ان الاكس نوت في الترو فورم، والاكس 1 في الترو فورم، والاكس 2 في الترو فورم. اذا مفيش تغيير في الاكس نوت، وعشان كده بنقول ان هي زيرو. والاكس 1 ما فيهاش تغيير، عشان كده بنقول ان هي زيرو. والاكس 2 ما فيهاش تغيير، عشان كده بنقول ان هي زيرو. لو جمعت الثلاثه مع بعض بقت زيرو 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 بالباينري، لو حولتها لديسيمال هي زيرو برضو بالديسيمال. فعشان كده بنقول ان دي اسمها الزيرو بولاريتي. الزيرو بولاريتي هي البولاريتي اللي ما فيهاش اي حاجه في الكومبلمنتد فورم بتاعها، تمام؟ كل الفاريابلز في الترو فورم، دي بنسميها الزيرو بولاريتي. لو انت حبيت تغير البولاريتي علشان توصل للوان بولاريتي، طبعا الوان بالديسيمال عايز تحولها لباينري، لو حولتها لباينري هي زيرو زيرو وان، وبالتالي تقدر تكتب كده. لو انت عندك اف اوف اكس نوت اكس 1 اكس 2، احنا اتفقنا ان انت لو عايز توصل للوان بولاريتي، الوان هي 0 0 1، تمام؟ طيب معنى كده ان الزيرو هيكون في الترو فورم مش هيتغير، الوان هيكون في الترو فورم مش هيتغير، الاكس 2 بس هي اللي هتتغير، وهتشيلها وتحط بدلها اكس 2 بار. طبعا اكس 2 بار اكس اور 1. وطبعا علشان تغير الاكس 2 في الاكسبريشن، احنا دلوقتي بنتكلم على فيكسد بولاريتي، لما عشان تغير الاكس 2 في الاكسبريشن لازم تغير كل اكس 2 ظهرت في الاكسبريشن، تمام؟ والا كده يبقى انت بتعمل ميكسد بولاريتي.
طيب معنى كده ان احنا هنشيل زي ما اتفقنا ال x2 من اي حته ظهرت فيها ونحط بدلها x2 بار x اور 1. فيبقى انت عندك كده الاكسبريشن بالمنظر ده x نوت x1 معمول لها اند مع القوس ده اللي هو جواه x2 بار x اور 1، كل ده معمول له x اور مع x نوت، كل ده معمول له x اور مع ال 1. لو جيت بقى بسطت الاكسبريشن ده او فكيته باستخدام الديستريبيوتيف، فهتلاقي ان في اكس نوت اكس 1 دي تتضرب جوه، فيبقى اكس نوت اكس 1 اكس 2 بار، واكس نوت اكس 1 لما تتضرب في ال 1 تطلع اكس نوت اكس 1 زي ما هي، فهيكون الاكسبريشن بتاعك شكله كده اكس نوت اكس 1 اكس 2 بار اكس اور اكس نوت اكس 1 اكس اور اكس نوت اكس اور 1. كده انت وصلت لل 1 بولاريتي. تمام، طبعا 1 بولاريتي دي تقدر تبني لها السيركت بتاعتها بنفس الطريقه بقى اللي اتعلمناها. جهز الوايرز بتاعتك، الوايرز بتاعتك طبعا هم 3 للفاريبلز وواحد اكسترا انيشاليزد بزيرو علشان تطلع عليه الاوتبوت. طبعا لما تيجي تحط الجيتس، الاكسبريشن الاولاني ده والبرودكت تيرم الاولاني ده اكس نوت اكس 1 اكس 2 بار، فاذا انت هتحط اكس نوت كنترول مقفول، x1 كنترول مقفول، x2 كنترول مفتوح، والتارجت بتاعك هو الاكسترا واير، فالجيت بتاعتك هيكون شكلها عامل كده. بعد كده البرودكت تيرم بعد كده اللي هو اكس نوت اكس 1 نفس الكلام، اكس نوت اكس 1 لما تيجي تعملها يبقى انت كده عندك سي نوت جيت. الكنترول بتاعك الاولاني اللي هو اكس نوت ده هيكون مقفول، الكنترول بتاعك اللي هو اكس 1 هيكون مقفول، والتارجت بتاعك هيكون الاكسترا واير، فهتحط الجيت بالشكل ده. بعد كده عندك اكس نوت بس، فيبقى عندك السي نوت جيت بتاعتك الكنترول بتاعها اكس نوت مقفول، والتارجت بتاعها على طول الاكسترا واير، فيكون شكله عامل كده. واخيرا انت عندك هنا اكس اور 1، وبالتالي لما بتعمل اكس اور مع ال 1 كانك بتعمل نيجيشن لكل اللي فات، او بتعمل نوت جيت على الاكسترا واير على طول، فهتبدا تحط النوت جيت بتاعت ال 1 دي. كده انت بنيت السيركت بتاعت ال 1 بولاريتي. طيب علشان نثبت الفكره اكتر تعال نجنريت بولاريتي تانيه، وليكن مثلا ال 5 بولاريتي. ال 5 بالديسيمال بتساوي 101 بالباينري، صح كده؟ فمعنى كده ان الاكس نوت انت هتشيلها وتحط بدلها اكس نوت اكس اور 1، اي اكس نوت ظهرت في الاكسبريشن، والاكس 2 برضو نفس الكلام، انت بس مش هتشيل اكس نوت، لا انت هتشيل اكس 2 كمان، امال مين اللي هتفضل ما تتغيرش؟ الاكس 1 بس. وبالتالي هيكون الاكسبريشن بتاعك شكله عامل كده اكس نوت اكس اكس نوت بار اكس اور 1 اكس 1 وبعدين x2 بار x اور 1 وبعدين x اور، طبعا هتشيل x نوت من هنا اهي تحط بدلها x نوت بار x اور 1، وطبعا ال x اور 1 دي كانت موجوده مش هتتغير. ابدأ فك الاكسبريشن بتاعك، هيطلع لك اكسبريشن بالشكل ده بالطريقه طبعا اللي اتعلمناها x نوت بار x 1 x 2 بار x اور x نوت بار x 1 x اور x 1 x 2 بار x اور x 1 x اور x نوت بار x اور 1 x اور 1. ابدأ شيل الحاجات المتشابهة، مش هتلاقي حاجات متشابهة غير ال 1 ده وال 1 ده، فشيلهم مع بعض، فيبقى انت كده وصلت لل 5 بولاريتي. 5 بولاريتي هو اكسبريشن بالمنظر ده. طيب عايزين نبني السيركت بتاعت الاكسبريشن ده، هتلاقي طبعا هتجهز برضو الوايرز بتاعتك زي ما اتفقنا، تبدأ تحط جيتس لكل برودكت تيرم، طبعا برودكت تيرم الاولاني ده اكس نوت بار اكس 1 اكس 2 بار، فهتبدا تحط الكنترولز بتاعتك، الاكس نوت كنترول مفتوح، الاكس 1 كنترول مقفول، الاكس 2 كنترول مفتوح، التارجت بتاعك الواير الاخير، فهيكون الشكل عامل كده اكس نوت بار اكس 1 نفس الكلام بقى، هتبدا تحط سي نوت جيت، اكس نوت كنترول مفتوح، اكس 1 كنترول مقفول، التارجت بتاعك هو الاكسترا واير الاخير، هيكون شكلها عامل كده. بعد كده عندك اكس 1 اكس 2 بار، فتبدا تحط الاكس 1 كنترول مقفول، الاكس 2 كنترول مفتوح، والتارجت بتاعك
الواير الاخير. بعد كده X1 هتبدأ تحط طبعا الجيت بتاعتك X1 كنترول مفتوح، سوري X1 كنترول مقفول، والتارجت بتاعك الواير الاخير. اخر حاجة خالص الاكس نود بار، هتبدأ تحط طبعا الكنترول بتاعك كنترول مفتوح على الاكس نود، والتارجت بتاعك الواير الاخير، وتبقى انت كده بنيت السيركت بتاعتك. طيب بالنسبة لموضوع البولاريتيز دي، سواء كانت فيكسد بولاريتي او سواء كانت ميكسد بولاريتي، فهم كتير جدا. يعني لو انت عندك الفانكشن بتاعتك فيها 3 فاريبل، فيبقى عندك كام بولاريتي؟ طبعا عندك الاحتمالات بتاعتك لكل فاريبل 2، وعندك 3 فاريبل يبقى 2 باور 3، يعني عندك 8 احتمالات بولاريتي اللي هم من 0 ل 7. ده لو كانت الفانكشن ستيبل، ده لو كانت الفانكشن في 3 فاريبل بس. امال لو زودت عدد الفاريبلز، او كانت عدد الفاريبلز بتاعه الفانكشن كبيره، كل ما عدد الفاريبلز بتاعه الفانكشن تكبر، كل ما عدد البولاريتيز هتزيد. طبعا الميكسد بولاريتي عددهم اكبر بكتير، فكانت مشكله كبيره او محتاجه لارج تايم انك تدور على افضل بولاريتي. واضح جدا انك لما بتغير البولاريتي شكل السيركت بيتغير، ممكن تكون افضل زي ما اتفقنا وممكن ما تكونش افضل. فعلشان تدور على افضل بولاريتي تديك افضل سيركت، دي مشكلة كبيرة وبتاخد وقت كبير جدا على الكمبيوتر. فطبعا هي ما زالت اوبن في ريسيرش، وفي ريسيرش كتير جدا بتعمل فيها لحد دلوقتي علشان تحسن في الريفرسيبل سيركت، علشان تحسن في الريفرسيبل سيركت باستخدام الريد مولر بولاريتيز، تدور على البولاريتيز اللي تديك افضل سيركت. طيب احنا هو ده اللي احنا كنا عايزين نشوفه النهارده، وكنا عايزين نتعلمه. بشكركم جدا طبعا على حسن استماعكم، وأتمنى تكونوا استفدتم، وأتمنى تكونوا اتعلمتوا كويس. يعني في حد عنده أي أسئلة؟ طيب لو في حد عنده أي أسئلة ممكن يعمل ريز هاند. ماشي، اتفضل باشمهندس يوسف. ايوه حضرتك سامعني كده؟ سامع. تمام، انا بس كنت عايز اسالك، احنا دلوقتي اشتغلنا اللوجيك كله على النوت جيتس واشكالها المختلفه، السي نوت والتوفلي وكده. تمام. الكلام ده نقدر نشتغله على بقيه الجيتس، ولا احنا امبارح مثلا او اول امبارح نقدر نشتغله على بقية الجيتس بقى، ولا احنا بس الكلام ده بيتطبق بس على النوت؟ قصدك على بنى السيركت، ولا قصدك على الموضوع التريسنج والترو ستيبل كنا بنطلعه والكلام ده؟ اللي يعني ما هو الاثنين كده كده يعني حاجتين يعني تبع بعض يعني. فاحنا النهارده اشتغلنا بالنوت والسي نوت والتوفلي وكده، في بقى جيتس تانية بقى اللي احنا خدناها المفروض نقدر نطبق عليها الكلام ده؟ طبعا هو اللوجيك بيطبق على كل الجيتس، بس لازم علشان تبني السيركت بالطريقة اللي قلنا عليها تكون محطوطة في الريد مولر لوجيك. وعلشان تحطها طبعا في الريد مولر لوجيك وتبدأ تبني السيركت، هتبنيها بطريقة الاكس اور اللي قلنا عليها، وبالتالي انت مش تقدر تستخدم غير الجنراليز توفلي جيت. تمام، يعني انا المفروض لو انا عندي شكل اي سيركت لازم احولها للشكل اللي هو لازم الجنراليز توفلي ده. للجنرالايز توفلي. طبعا في طرق تانية علشان تعمل ريبريزنتيشن، بس احنا الطريقة اللي كنا بنشرحها النهاردة هي ازاي تعمل ريبريزنتيشن باستخدام الريد مولر لوجيك، وده ما تقدرش تعمل من خلاله غير التوفلي جيت. طيب هل ده معناه ان انا اي سيركت عندي اصلا اقدر احولها للتوفلي جنراليزد فورم ولا لا؟
اه طبعا اي بوليان فانكشن اه تقدر بالطريقه بتاعه الترو ستيبل اللي اخذناها في الاول خالص تحولها طبعا للريد مولر لوجيك، وتقدر طبعا تطلع منها البولاريتيز زي ما اتفقنا. تمام. تمام، شكرا باشمهندس يوسف. طيب في حد تاني كان عايز يسأل؟ باشمهندسة ما اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو كان تقريبا نفس السؤال تقريبا اللي سأله باشمهندس يوسف. انا كان عندي سؤال، لو انا عايزة اعمل implementation بقى على simulator Qiskit مثلا، هل في جيت مثلا في Qiskit حاجة اسمها سي نوت يبقى الكنترول بتاعها مفتوح، ولا دي حاجة abstract حضرتك بس بتوصل لنا بيها المعلومه؟ يعني هل هقدر ان انا اعمل اجري السيركت اللي انا طلعتها دي فعلا على سيميليتر، ولا ايه الهدف؟ ولا انا بس بعمل اوبتمايزيشن بس للسيركت وبعد كده بص لما اجي هقول لك، احنا بنعمل امبلمنتيشن حاجه اوبتمايزيشن تانيه؟ للسيركت، احنا بنعمل اوبتمايزيشن للسيركت. احنا النهارده هناخد مع بعض بدايه من 11 ونص تول كده اسمها ار سي فيور، هنقدر نرسم عليها السيركت اللي احنا شفناها بالكنترولز سواء كانت مفتوحه او مقفوله. بالنسبه للتول بتاعت الكاسكت، انا بصراحه مش عارف فيها موضوع الكنترول المفتوح ده ولا لا، بس يعني الكنترول المفتوح ده ما هو الا ان احنا بنعمل نوت قبليه ونوت بعديه. يعني احنا لو ما عندناش الكنترول المفتوح، الكنترول المفتوح في ايا كانت التول اللي بنستخدمها، احنا نقدر بس مجرد ننفي الانبوت اللي داخل، فنعمل ناخد نوت قبليه قبل الانبوت. وطبعا علشان نضمن الريفرسيبيليتي ونطلع نفس الاوتبوت، فهناخد نوت تاني بعديه عشان نرجعه تاني زي ما كان. تمام؟ وصلت لك كده المعنى؟ تمام، شكرا لحضرتك. لا. طيب حد تاني عنده أسئلة؟ طيب بشكركم جدا على حسن استماعكم. احنا هناخد 5 دقايق بريك، وإن شاء الله هنتقابل الساعة 11 ونص على نفس اللينك علشان نبدأ نشتغل على الار سي فيور، ونشوف ازاي هنقدر نمثل السيركت اللي احنا رسمناها مع بعض دي بايدينا على الار سي فيور، ونقدر نشوفها ونشوف الترو ستيبل بتاعها، ونشوف الار سي فيور كمان يقدر يقدم لنا ايه. شكرا ليكم جدا، مع السلامة.